هدفك دقالكم محوية نمبر 1 دفاع للدفاعي على أقصى إن لسوعري ميزان القوة إن إسرائيل ترى دوار ماشي حقبة فردية يا هدية تدكتونو ودار دربا حديد سنو كفاية أفر وحاكو جيري إن لسونو لأي فكرة دي هيد فكرة دولد إن دولد فلسطين دالاتو سعودي وحصوص عليه وزارة الرمه هذه بدي سعودي وبيان كيس هكاي صار صارته واحد تري تقال كلا بدل ضرف هجوجيا ضد كلا مجتمعنا الله نحرسه سلوا وضن نالان كرو سلوا حروم جرت حقوق فلسطين ولا يلو أنت أفراد وحوي شرعية ده فلسطين يا أوه الله يا الدوق هو احترام أنك حوله نيجان حوله نقفر ما احترامه عباس بن الله اللي حيله حماس أنك أه تذكر مثل فلسطين هو يعني هدفك حماس تقال كان نمبر 1 نمبر 2 مستقبلك تقال كان محو كدن بين دونا هدان سيف الانقين او درس كدن عيسى خورتا لا وحان دقيستي لبيه طبان قف ساكا او مضحة او مقاومة دا كمضحة خورتاقة كمضحة دين دي مضحة يوحان دقيستي لباتنين او يهودا او مضحة دي نيتنياه اووي هاي إلا مدح دي عيدانكا إلا معارضكي لبيه طبان يلا باتن يندقستي لبيه طبان كهو عانوك القيبية عانوك القيبية بمارتي فلسطينية صدح لحنين حماس بهاي أفرنين جهاد بهاي لبننا مستقلين تضحر يا عينو مين الكوجين لكن مقاومين مدح بنان الله يطمن حدنا مركز الوان قيبي وحنو قيبي إنا أحيان عسكر رقعيدنا يرق سياسينا يرق محللين وحاناليسيس كسارة يرق سياسينا بلا سياسينا دو قوغا الله يطمن كانين وحاكسوا بحي شان عالمون وكنت صيح هدف كدقالك هذا كلاس كم دقيقة استوت هدف كذا قالكم حوية نمبر 1 دفاع للدفاعي على خسارة وحا يهود إسرائيل كذا على حدي إن المسلمين تأدون كذا مسك أخذ فرق قادم ما له صعدها إسرائيل داين فرق بس كله خلاص ما حد خلاص صعد واحد أريتاس ومهم أريتاس وحاي كانت هاي إن يرجعنا إلى هذان ولا هدي سوء سي سعته مسكيتك ولا قادن سيد الله قاطي مساجدك إبراهيم الخليل عليه السلام كان ولا قادن مركب محا سمينا وإنا سمينا ضربة لها ما بعدها مركب تقال كان هدف كيس ومحوها دفاع للدفاعي مقدساتك وقوه الرئيو مسجد الله صابي شاقان يقو حماس يقوه كلا سعى الله فكنا عيسى لبي يطمك النبا يا حليبا تاسا كجرتا أرين تلا بعد يوم حي، أرين راح ينتظر بهجرة حرم، والقول له بحبس يضرب، وفلسطينيين، وحكومة كل يحكم طوق من قبلين، قال روح يحكم مؤبدات ما مؤبدات، مرقولة ما مؤبد حبسي أبدية ما حبسي أبدية البضم، مرك عيد نتان ميتكو أنت العاصو إيوه حنان دونا شن بقول أصلاً ميتكو، محبوسين، محبوسان يا، ده كاسي ويل يقول له مارك يوم، وصباح يا. كونا واحد حيان حماس لو رقف بحيان إليه أنكم بدلنا بالدقيسة وهي وحضر ياك الله قال إن صابير يو ضد بطن الله صاقب تقولي بتشدر على الله يقول لا سيلو صابير شدك هذا هدف بولي ما حد ياك عباس يلا سكر يوم ما وكل الله بعدنا واتاسوين صدح هكذا هي وضيارك يا حماس هدف كضيارك محوها أريد صدح ما يداي أريد صدح هذه وحويان إن لسوعي ميزان القوة إن إسرائيل ترى دوار ماشي حقبة فردية يا هدية تدكتونو وحالة التوازن في الرعب أرققها يلا ميزان الله صدق لبالا سنكرا وحارونا ساعة وضعت دربا حديد سنو كفاري ماشي أوكي ميزانك يا لسوح الله ويكو جرتي هيدي سنمان أفر وحاكو جري إن لسونو فكرة دي هيد فكرة دولد إن دولد فلسطين دالاتو ظروف فلسطين لا تروح يسوى مرت مراحل مراحل شو كده صحوه هالشيء كده حمر عرفات يو ي إسرائيل أو أها إن فلسطين لسيو لو كان يمكن لنا هذا الدفاع يو يو غزة إن لسيه إما يكون نقطة من التاريخ ولا سكيل بخلاص لقمة الله على قه الله سئ نولانيسين إما كده تقولي سعودي هو حصص عليه
wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudiga bayaankii saaka ay soo saartay waxay tiri dagaalka labada dal fa joojiyaan dadka mujtamaacna loo naxariiso si loo wada noolaan karo si loo xurmo jirto xuquuq falsi walaa ilo marka waxa soo noolaanaysa dawladda fi falastiin sadaxda arinta afraad waxa weeye sharciyada falastiin iyo u hadlaya adduunku wuxuu ixtiraamaa ninkii xuquuq leh ninkan xuquuq leh qofna ma ixtiraamo ama la advocate gareynaa loo dooday loo ololeynaay ma jirto waxa laga leeyahay Abbas baa la hadlay waxay leeyahay Hamas annaka ah dadka matala falastiin ragga hubka sida waxa markaa imanaysa saaxib albunduqiyati awla min saaxib alfunduq ninka bunduqa sitaa ka khayr badan ninka funduqa fadhiyaro falastiin waxa matala ninka hubka u sitaa ah waninka loo hadlo hadlan ku taa u yaqaanaa waa istaraatiijiyadda dawirka dawladda amad ka arrinta shanaad ee ugu dambeysa waa maxay ee la rabo waxaa la rabaa in ay dhammaato waqtigii ahl oran jiray sharciyada quraata ee falastiin batasha waa OLP munadamatu taxriir PLO munadamatu taxriir falastiiniya ee dhammaanaysa marka dagaalkani waxa loo sameeyay waxa weeyaan waa dagaal istaraatiijiyad waaweyn leh laakiin ahdaaf dhowna xaqiijinaya ahdaafta dhowna ay ka mid tahay ina waxyaalada shanta ah ay haddeeto dib u soo noqon waxaana la yiri dagaalka bilowgiisiiba shanti waa la arkayaa laana waxaa la sheegay in waa markii ugu horeysay 200 ilaa 200 qof oo yuhuuda la dilo laakiin tirada sax ma idhaaf Hamas waxna tirada runta hurdada markii soo kacay ogaan doonaan wali ma soo kicin inta way ka badan tahay guriyahaana waa laga tabi doonaa ha dadka la xirxiray ee la soo qaateen waa tiro badan waxa ka mid ah hoggaamiyeyaal ciidan waxa ka mid ah siyaasiyiin waxa ka mid ah dad istaraatiijiyada dad culus la soo qaatay marka taasina waa macnaheed waxa sheegayna sheegaysa arinta kale ee waxa weeyaan markii saaka qasa la garaacay Tel Aviv la garaacay boqol iyo konton isoo ku dhacay wali ma ku hore ee meelaha ku dhacay ma gilgil ba dhacay mid kale ee waxa istaagay shaqadii oo dhan saaka 3 bilyan oo shekel iyo dhaqaalaha Israa'il khasaaray 3 bilyan oo shekel walaalta Israa'il baa iyo maalin qorsheeyo iyo khasaar lama sheegay hubkii dagaalkii baa waa dhaqaalaha khasaaraha dhaqaalaha ku yimid oo istaag wadna ku dhaba istaagay dadkii oo dhan hubbe galeen ha diyaarad imaas gaar waxa marka dhaqaalaha miyuu waxa dhaqaalaha kulna hayaat tukaaladii waa la xibaadada oo la xidhay baananki waa la xidhay kulna hayaat waa faqad tawqafad roosh loo istaagtay waa garatay sama marka waxaas oo dhan marka la akhriyo waxaad garanaysaa dagaalka hadafkiisu muxuu yahay dagaalku muxuu ku dhamaanayaa ma isweydiisa sama dagaalkani uu dhammaan doonaa wuxuuna ku dhammaan doonaa waxa loo yaqaano wada sheekaysi aan ahayn toos wada sheekaysiga aan tooska ahayn waxa geli doona Israa'il iyo Hamas waxay ku geli doonaan waxa soo dhaadhici doonta qodobada loo yaqaan Qatar iyo qodobada Masar la yiraahdo Qatar oo Hamas ka socota iyo Masar oo ka socota Israa'il oo ajiib ma aha Carabtu kala raacay labadii oo marka labadaasi halka dambana uu fadhiyo libaaxyadu bareegay uu leeyahay la soo kala hadla labadan warku uga raayi keenaa waxa ay doonaysa Hamas Qatar baa soo qaadaysa waxa ay doonayso Israa'iilna Masar baa soo qaadaysa iyaga soo wada shiraya kadibna ninka weyn baa loo keenaya ninka cadna maqalka cadna wuxuu ka talin doonaa dagaalku marka uu dhamaanayo Hamas ma ku qanacaysa marka ayadu Hamas oo qaadaysa bishuruutiha shuruudaha waa Qatar soo qaadaysa kana shuruudiisa waxa soo qaadaysatan marka waxa la dhahay heshiisku wuxuu yimaadaa laba shay buu ku yimaadaa marka shuruuda ay ka imato laba shay dagaalkii uu qolka ku arkay qol jabtay ama labadii oo tanaasulay marka dagaalkani haduu bari noqday ma ka laga hadlayaa haddii Israa'il tirada badda bari dhulkan ka galana meesha waa geeri isku diyaariye hoggaan bay faqadeen waa lagu soo daray kuma ku badiman doona yuhuuda way guuleysanay laakiin waa dhabo badan haday badda ka galaana haday badda ka galaana kuwana waa hoggaan iska galayaan dad badan marshi ba dhimanaya laakiin hubkoogu wuxuu yaraa aakhir u yaraa oo baxaya haddii cirka laga soo galo waxa laga basbal waxa lagu wasbaaliyo laakiin mushruutu waa markay bari noqoto Israa'iil la diyaar uma aha bari inay gasho midda kale halista ah wax weeyaan
إسرائيل ماها إسرائيلتي سديت تنكية سياشن كي يلا بدي يكون إسرائيل تلا بدي يكون يلا بي يلا باتن سلح لباتن وإسرائيل جبتها يويا وحايمك الله يقانا إسرائيل وحا لقرارات قانا القوة المترهلة يا القوة المترهلة قوة القبودي يلا يقانا إسرائيل بك الله قال لي مكا الدون كور دمر قال لي القوة المترهلة لماذا لأنه إسرائيل لبشي استعشي بدي ليس كو واحد دي لي وحويان دادك ماشا جوغاي وضاني يدودو ماها عميق وضاني مرهو مالايا عنيت الله بادي دي لي سوابحي وحا سوابحي ميدك فوق وعلماني هي ميدك فوق ودادا الله بادي بادور دوض عقلقي فهمي إن إسرائيل أين كأت كان العرب وإن ليش سايت هاي الله قاعد كذا حق السياسة ده عقل قاسي وحركة إن إسرائيل دميس وإيه دمينية وده تكوارن إيوه علماني كوارن بدمينية أريد أصدق هذا وما حي أريد أصدق هذا حي إن إسرائيل وحاها يسطها مشكلة ده اللي عندها مشكلة انتهاء الدول دول دول ملك كل ما ده بأجله دول ده إسرائيل أود وحي لهذا ربع استعباش نيكلير ربع واحد كوي هشيز كل جلي عبسوني أو هايستي إني أدوك مخابرات كوا حرستها ما أنت واحد لين واحد كسب يبسي إسرائيل مصر عنيو إمارات كي السعودية وهاي كي يبسي ألعاب تقول طب بس أحد جبوت أنا كمان جيبسي تكنولوجيا قد تبي تذكر أول درست قزو كسعوا هاي تذكر الأولين ولذلك مرحلة واحد الماضي الجيش ويدقيسك الوين ما يدقيسهم كل سلاح يتقال بانجلينا ساعدها قلا سوجة جبية ما هو مغلوين سوق مقلة يا مركا كان إمارات كيوحن سويب سيدي أما كان جيبوتي سويب سيدي أما كان سعودي سيدي محوق لكي سيدي مساكين تا إسلاما هاي وداشا شاكسان هاي عاو ماسكو تقرار لكي سيدي وحبضن بها مركا رافايا وحبضن بها رافايا مركا دادك تكنولوجيكا يقانو يكو رافايا والوالي قابي لكي سيدي وحقا لازم يعنو وان رافايا قانا جوتي مركا الجيش الذي لا يقهر أولا ماضي عينك أدنوك أنا قاعد كانين أولا ماضي هي الأمن الخطير أمن قوين اللي يستحى حتى نقصك خلاص والله مقلة وهذا ما تهي إيه وراء كل شيء وأدوك رعا إسرائيل كتب بيسا والله قش كان عدت أروح له أوي عبل لي شاكي نقد دتك يا شيعي بكي باله أنك وحان أدوك أمسرين وحوا وحك لما وعيدا كيغا هذا كيلو لذات كاته يهودي ساكل محانا من أمريكا وحان كوسي هان عيدا كواهي عيدا كي دتك مكب حسنا حتى تشعي في يهودي وقلين عيدا كمالك على لويرو وحان سوي جواهي بغلقي بكتن ما يمانا يعني إنت كب حسنا ساتر الليل إنت أمر كقاضان لا تر الليل يا رد قاضي صور ما أنا ما ما تقال إيه شوف ضميرك هو يمسيه إياه وحماس بديله بقى بشارو 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 هذه سفر لو قال شري برشد القرآن ك حتى واحد كوب برانيسا قرآن ك إياه علوم تشريع هذا هذيك أوجو قريه هذا إياه كوب هذا شقوق دوسيجا أونلاين ك برشد القرآن ك كريم ك إياه شريع هذا إسلام ك دروس تأو سيدا تحنها أوديو وحكم إذا برشد القرآن ك كريم ك إياه جادة علوم تشريع هذا إسلام ك تربية أولاد إياه لغة عربية هذا بس خورست واي سعطاء هذا نهرو قال وحيفا فاهينا كل حريد نبرا ذا شاشة دكاقة مقطة هم وغاني دوكسيكا أبلاين كبرشاد القرآن كريم كان يعلم تشريعات إيدار الهجرة.